خليتيني قلبي وجعني والله، وانا قلبي وجعني والله، انا قلبي ومتأثرة. طب عايز اقول لك يعني بجد طب فعلا الكلام اللي بقوله مظبوط، ان انا خدت التربه زي بتاعت عبد حليم. انت عملتي كده فعلا؟ انا عملت كده. صحيح امتى عملتي كده؟ من قريب؟ عملت، لا رحت ادفن ابويا فدفنوه في المدافن بتاعت العيله اللي هم، فكان السقف بتاع التربه كبيره جدا وفيها يعني ناس كتير ميتين، بس ما فيش سقف، اللي تروح تتقور من الشمس. فابتديت ادور على حاجه ان انا تبقى بتاعتنا، بتاعتي بتاعت اهلي، يا دي بتاعت البلد بتاعته، انا بتاعت اهلي. عشان كده دورت، فخدت في المنطقه اللي فيها الفنانين يعني عشان انا بشوف بفكر من قد ايه ان انا برضو ان في موت في ده، عامله حسابه اهو. دي الحقيقه الوحيده. لا تقولي لي عيان ممكن يخف قوي، ربنا قادر على كل شيء، ربنا قادر، بس الا الموت هيجي برضو عمر معين برضو هنموت خلاص، دي حقيقه. احنا لازم نفصل. افصلي بقى، عشان انا قلبي وجعني. انت وديتيني في داهيه كده، انا مش فاهمه انا ايه اللي دخلت فيه. انت عمر حبيبتي، ربنا يخليك. طالما جبنا سيره عبد الحليم، تيجي نغني لعبد الحليم؟ قوي يلا. حلو كداب ليه صدقتك، الحق عليا، ترى الحق عليا، الحق عليا اللي طوعت كداب تترترر، يابا كذاب تترترر. انا برضه كذاب. ليه صدقتك.